اوكي نبدا الاناتومي كده بسرعه شويه. احنا عندنا التستس بتتكون من سيميكروستيبيولز بتتجمع في حاجه اسمها ريتي تستس، ساعات بشوفها كانها دايليتد سيستيك ستراكشرز وتتعدى لو العيان ما عندوش انفيرتيليتي. بيبقى حواليها فايبرس تيشو اسمها ميدياستاينال تستس، هنشوفها بعد كده. بتتجمع البكتيولز دي في الهيد بتاع الابيديمس، بعد كده البودي ورا التستس، بعد كده التيل، وبيلف ويكون لي الفاز ديفرنس اللي بيخش ويطلع مع البيسلز من السبرماتيك كورد لباقي الطريق بتاعه. طيب يعني كده يا دكتور احنا النهارده بنتكلم على الامرجنسيز، بس كده الباس ديفرنس ممكن يتشاف؟ هو اصغر من ان يتشاف، بس ممكن يتشاف في حالات الانفيرتيليتي نتيجه كونستراكشن، فلازم تكون معود عينك على منظره. اعتقد ان رفعت له بوست او اثنين عشان تو بي ان مايند بالذات حالات الانفيرتيليتي. تعال نكمل، احنا دلوقتي بنتكلم في ايمرجنس، فدي السيمنيفرس تيبيولز اللي هتتجمع في الميديستاينال تيستس او ريتي تيستس لو كان دايليتد شويه، الابيديمس هيد وبودي تيل، بعد كده الباز وهيطلع في السبرماتيك كورد. السكروتال ساك ايه هي الكونتنت بتاعته؟ اربع حاجات رئيسيه، التستيس، بعد كده الابيديماي، في حاجات اكسسوارز، بعد كده السبرماتيك كورد والكونتنت بتاعته. بالنسبه للتستيس ايه الشكل بتاعها؟ دي عباره عن اندوكراين جلاند، وبالتالي هتلاقيها هوموجينس سلايتلي هايبر ايكويك تكستشر، هوموجينس باسكولاريتي، والسايز بتاعها او الفوليوم كومبارابل. كلام جميل جدا. ايه الخط الابيض ده؟ ده الميدياستاينم تيستس، ده انفولدنج من الكفرنج بتاعها اللي هي التيونيكا اللي بيحوط بقى السيميفرس تيوبولز. تمام، انت لما بتعمل اكزامينشن للتيستس بتعملها ازاي؟ المفروض يكون ضامم الثاي بتاعته توجذر، والمفروض الهدوم بتاعته بصراحه انا بخلي مثلا البنطلون تحت التيستس علشان اعرف اضغط كويس، كاني عامل ايه ستاند كده بحيث اضغط بحيث ما تتحركش يمين وشمال، لان ساعات بيبقى فيه فاريكوسيل ما اعرفش اجيب اللونجيتيودينال كويس، ولو ده كان اكيوت سكروتال بين الاورينتيشن مهم، يعني لو لقيتها ابنورمال اورينتيشن ناحيه تي اس والناحيه الثانيه ال اس، لا دي علامه من علامات التورشن. ابنورمال اورينتيشن زي الاوفري، abnormal orientation علامه من علامات التورشن، هقولها المره دي وهقولها المره اللي جايه ان شاء الله في الجينيكولوجيكال ايمرجنس. تمام، يبقى التكستشر بتاعتنا homogeneous slightly hyperechoic، hyperechoic as compared للابيديدمس. طيب ايه ده طبقتين؟ ما هي دي اللايرز بتاعتنا، التيونيكا البيجينيا فيسرال لاير وبرايتال لاير. ما تتوقعوش ان انتوا هتشوفوا الاثنين لايرز دول في كل الاجهزه، ده جهاز يعني فضاء، لا احنا لو شفنا خط ابيض رفيع حلو قوي. تمام، فطبعا يعني الاثنين لايرز ده جهاز محترم قوي، ده اللي ممكن مثلا نشوفه. بالعافيه انا شايف التيونيكا البيجينيا، التيونيكا البيجينيا مش هتهمني قوي في حالات الامرجنسي، لكن في حالات التروما، مع التروما مهمه جدا جدا جدا، لان الكلينيشن بعد السكروتال تروما بيسالك سؤال، في ركشر ولا لا؟ في بوست تروماتيك انفاركشن او تورشن ولا لا؟ السؤالين اللي ايه؟ اللي انا هفتح فيهم يعني هحتاج سيرجري ولا لا؟ طيب التستس وقت ما نعملها اكزامينشن ال اس وتي اس، وبنقيس سايز او الاحسن منه نقيس فوليوم لونجيتيودنال، بعد كده ترانزفيرس بانترو بوستيريور. تمام، طيب ايه الاخبار؟ ده هيدروسيل، ايه يعني؟ المينيمال هيدروسيل از اكسبتد، مفيش مشكله فيه، لكن زاد الكميه شويه بنكتبها، لانه ساعات بيأثر على التستس بيعمل لها كومبريشن اند. طيب ايه الاخبار هنا؟ ادي التيونيكا وادي السكروتال سكين، هو نورمالي كام؟ من 2 لغايه 8 مللي، اكوردنج بقى في كونتراكشن للماسلز اللي هنا ولا لا؟ طب ايه النقطه البيضاء دي؟ ده الميدياستاينم، هتلاقي حتى بواقي التيبيولز ممكن او التيبيولز نفسها ساعات بشوفها كهايبو ايكايك كده لينير ستراكشرز ورايحه لها، ده نورمال. تمام؟ اوكي، ايه الاخبار هنا؟ ميدياستاينم تيستس اجين. ده هنا ميدياستاينم تيستس تي اس وهنا ال اس. طب ايه شويه الفيسلز اللي متشافين دول؟ نورمالي انا ما بشوفش فيسلز. اوكي، لكن سام تايمز بشوفها. طب العيان ايه اخباره؟ انت عندك بين في الناحيه دي؟ لا ما عنديش بين في الناحيه دي. طب انت جايب اولاد؟ انا جايب 3 4 خلاص. يعني هو سمول سايز بنجنور، لكن لو ده انفيرتيليتي ببدا اقيس دول بقى وادقق معاهم السايز بتاعهم قد ايه، في ريفلكس ولا لا، هنقولها في اخر المحاضره مع البريكوسي.
طيب مكان الميدياستينم تيستس لقينا فيه شويه ماينيوت سيستيك ستراكشرز، ده دايليتد ريتي تيستس، التبيولز بدات تدايليت عند التيرمينيشن بتاعها. في انفيرتيليتي؟ لا مفيش خلاص اجنور. لكن السايز ده لا، دي بدات تبقى ماينيوت سيستيك سبيسز وكتيره. غالبا غالبا العيان اللي زي ده هتلاقيه جايب انفيرتيليتي سكان، اذا في سم سورت اوف اوبستراكشن. نكمل مع العيان ده ونشوف السورس بتاعه. طيب sometimes بنشوف hypoechoic linear structure، يا نهار ابيض ده كده infarction، ده كده كذا كذا. لا اطمن، الhypoechoic linear structure ده وساعات وراه شادو، حط color عليه، هيطلع حاجه اسمها trans mediastinal artery، ده حاجه common. طيب طب لو لقينا بقى linear striations، linear striations وكل الفحص normal مفيش مشكله فيها. طب linear striations والtestis inhomogeneous picture، وطالع من ده، يا اما طالع من انفكشن يا اما طالع من تورشن، يعني حصل له اسكيميا قبل كده او حصل له. احنا دلوقتي بنتكلم على الادلت او على التشايلد، انا لغايه دلوقتي انا بتكلم على ستاندرد في الاثنين، تمام؟ في حاجات معينه هنقولها هنا وهنقولها هنا، لكن الاناتومي ستاندرد. لما اجي اتكلم مثلا على البوليوم اقول لك ركز في التشيلدرن عن كذا، اطمئن يا دكتور. بس انا دلوقتي بتكلم ان جنرال، الامرجنسيز هتبقى مشتركه في الاثنين. الليستريشنز دي يا جماعه ممكن نشوفها بعد انفكشن او بعد، نركز شويه يا شباب في الفيديو، اوكي، بعد انفكشن او بعد اسكيميا ممكن يتشاف. طب لو التستس، نركز في المعلومه دي، لو التستس كانت كبيره وهايبوكويك وكبيره بوضوح وفيها استريشنز ومع ذلك فيها فاسكولاريتي، نخاف لاحسن يكون في ديفيوز انفلتريشن بليمفوما لا قدر الله، تمام؟ الميوتيليان استريشنز لو كل حاجه نورمال اجنورابل، لو السايز صغير شويه وان هوموجينس دي غالبا بوست انفكشن او بوست اسكيميا، السايز كبير وهايبوكويك وهارد انكونسستنسي دي ممكن تكون ديفيوز انفلتريشن بليمفوما. لكن لاين واحد مفيش مشكله، حط بقى كلر عليه. ده مثلا احد الاسباب اللي هي لينير ستريشنز، ممكن تكون فاسكولاريتي، انترا تيستيكولار فاسكولاريتي. وهنا هناخد ثلاثه فيسلز، الانترا تيستيكولار طب الريزيستنس بتاعتها عامله ايه؟ لو ريزيستنس سن، يعني ديستول اباف البيز لاين، انتي جريد لانها اندوكراين اورجن مهم من الاعضاء المهم، تمام؟ مين الراجل الطيب ده؟ ده الترانس ميدياستينال ارتري مع اللابين بتاعه. طيب ممكن تلاقي كمان فينز او ارتريز على الكبسول بتاعها كمان، تمام؟ طيب الاخبار بتاعه الدايستول فوق، الدايستول فوق، طيب اقل من كام ولا اعلى من كام؟ ما تحفظش ارقام، طول ما الدايستول انتي جريد انا كده الدنيا كويسه. انترا تيستيكولار او ترانس ميدياستينال ارتري برضه انتي جريد، او ايفن الكابسولار اللي اسمه تونيكا فاسكولوزا ده ماشي مع التونيكال لاير برضه انتي جريد. انت ليه بتركز في نقطه الدوبلر يا دكتور؟ لا ما احنا النهارده الدوبلر ده له اهميه عاليه جدا 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 علميا واخلاقيا، هنقول عليها دلوقتي. لكن انا بيهمني ان ما اتقلبش في دايستوليك ريفرسال. دايستوليك ريفرسال ده significant increase في الريزيستنس. في الريزيستنس ده انت بتتكلم ممكن يكون في لا قدر الله انفاركشن، يا اما حصلت يا اما بتحصل، تمام؟ طيب ده كريمستيريك، ايه ده؟ يا نهار ابيض ده مفيش دايستول، ده اكسترا تيستيكولار، ما عنديش مشكله فيه، لكن الانترا تيستيكولار لازم يكون له ريزيستنس. الابيديدمال مش هتفرق معايا قوي، لكن التيستيكولار هو اللي يفرق معايا. طيب دي كده التستس وفيها فاسكولاريتي والدنيا حلوه جدا. طيب وده جزء من الابيديدمس، المره دي بدل ما هي ارتريس ده بيقول لك دي الفينز، نركز في المعلومه دي. الفينز على الناحيه اليمين هتبقى كريمستريك، بعد كده جنادى الفين او الستيكولار فين اللي بيصب فيه الاي بي سي ناحيه اليمين، طريقه مفتوح وسالك. لكن ناحيه الشمال بيصب في الليفت رينال فين وزاويه بتاعته 90 درجه. طيب لو في مش اولا الزاويه دي مش زاويه، الزاويه دي كده اسهل في الفينس ريتير، لكن الزاويه دي اصعب، يبقى ممكن يحصل فيه هنا ستجنيشن وريفلكس. عشان كده الريفلكس اشهر على الناحيه الشمال، الفاريكوسيل اشهر على الناحيه الشمال، دي نقطه. النقطه الثانيه ان الليفت رينال فين ساعات بيبقى كومبريسد ما بين السوبيرو ميزنتريك ارتي والاورطه، حاجه اسمها نات كراكر سندروم، وبالتالي ممكن يبقى هو السبب بتاع الفاريكوسيل، تمام؟ عشان كده في بعض الفاسكولار كلينيشنز بيطلب على الجناد الفين دوبلر، يقول لي هو ده السبب بتاع الفاريكوسيل اند فاريكوز فينز على نفس الناحيه ولا لا؟
كلينيشن الشاطر اللي هو بيربط الاثنين على بعض، يعني فاريكوس هيل مع فاريكوس فينز الاثنين في نفس الناحيه، وخصوصا لو كان ابنورمال فاريكوس فينز مش ماشيه مع الكورس بتاع اللونج سافنس، ممكن يكون هو ده السورس بتاع الاثنين. تمام، نرجع تاني. يبقى اول كونتنت في السكروتال ساك هي التستس بالفيسلز بتاعتها. تاني كونتنت الابيديدمس. ايه ده هو الابيديدمس؟ بيبان حليوه بالشكل ده، غالبا مش هنشوفه بالحلاوه دي الا لو كان انلارجد او انفليت. اللي انا بشوفه ستاندرد هو الهيد على الابر بول، لكن البودي والتيل ممكن ما اشوفهمش. التيل ممكن اشوفه سنه، لكن البودي صعب قوي. طب علشان اشوفهم ممكن تيجي تانجنشنال، يعني اخلي التستس تختفي من البيو واجيب الحته بتاع الهيد اوف ابيديدمس وامشي معاها، هتلاقيك جايب الابيديدمال بودي لوحده. تمام، هجيب لكم منظر وما تتخضوش منه. فالستاندرد ان انا بشوف الابيديدمال هيد ونقيسها كده انتروبوستيريور دايمتر معانا لغايه، يعني ناس تقول لك 10، ناس تقول لك 15 مللي، بس يكون هوموجينس نيرلي ايزوكويك او سلايتلي هايبوكويك از كومبيرد للتستس. لكن مهم ان يكون نفس الفاسكولاريتي، مهم ان يكون هوموجينس ما فيهوش اي ارياز اوف هيتروجينيتي، سيستيك سبيسز ولا كالسيفيكيشن. احيانا ممكن يظهر معانا التيل، يس. ايه اللي ظهر هنا؟ ده انا وانا مثلا بعمل سكروتال التراساوند ولقيت المنظر الغريب ده. المنظر ده اكشوالي ده نورمال تكستشر بتاعت ابيديدمس، يعني ده مش يقلقني خالص. لا، انا احاول اكمل مع الهيد والحم الاثنين دول في بعض زي الحاله دي. ادي كده الابيديدمال هيد وكملنا كملنا، اذا ده انا جايب البودي اب تو تيل. امال فين التستس؟ دي كده تانجنشنال، يعني التستس يمين شويه شمال شويه. تمام، وبالتالي المنظر ده بنعرف نجيبه لو انت انجلت، طبعا محتاجه شويه تدريب. طيب ايه الحاجه طبعا الايكوجينيك دي في التستس؟ ده الميدياستاينم تستس. كلام جميل، تعال نرجع خطوتين ونقول ده كده هوموجينس ايزوكويك تكستشر. تمام، طيب ايه الاخبار هنا في الابيديدمس ده؟ ده ماينيوت سيستيك سبيسز ماشيه لونجيتيودنال الونج الابيديدمس بالكامل. المنظر ده طبيعي؟ لا طبعا مش طبيعي، ده واضح ان في دايلاتيشن للدكتيولز اللي موجوده جوه، عشان كده اسمها تيوبلر اكتيزيا اوف ابيديدمس. لو شفنا المنظر ده، لو شفنا المنظر ده شايفين ده النورمال. تمام، لكن كل ده دايليتد تيوبولز جواه، تيوبلر اكتيزيا العيان ده غالبا انفيرتيليتي. يبقى ممكن تلاقي جوه التستس دايليتد ريتيتستس، ممكن تلاقي في الابيديدمس دايليتد تيوبولز تيوبلر اكتيزيا. السببين دول، ولو لقيت سيست او ساساتيت كبيره في الابيديدمال هيد اللي هي سبرماتوسيلز، دي بعض الاسباب اللي بتقول في اوبستراكتيف كوز للانفيرتيليتي. نرجع ونقول يبقى مثلا ده كده ده عيان انفيرتيليتي، ده مش عيان ايه اكيوت سكروتال بي. طيب ثالث كونتنت عندنا سبرماتيك كورد نفسه، والسبرماتيك كورد فيه ايه؟ الباز ديفرنس. ايه ده؟ انا ممكن اشوفه لو كان دايليتد عن 3 او 4 مللي، ممكن تشوفه طبعا، والعين غالبا هيبقى انفيرتايل. طيب هنشوف طبعا الفيسلز ارتريز وبينز، يعني وانا طالع كده هو ايه الاستراكشر ده كده على بعضه؟ ما دي التستس وده سوبيريور للتستس. حط بقى فاسكولاريتي، شوف مين فيهم ارتري، مين فيهم فين، مين فيهم فات. تمام، ومين فيهم باز ديفرنس. اوكي، نفس الفكره كده. طبعا معظم الكونتنت هتبقى فيسلز. اوكي طيب، فعلا في معظم الكونتنت فيسلز، بس بصراحه يا دكتور انا ما بعرفش اجيب الانجوينال كانال في الادلت، انا ما بعرفش اجيب السبرماتيك كورد في الادلت. فانت لو دي كده التستس وشفت السبرماتيك كورد بالوضوح ده، غالبا ده ابنورمال. يعني ايه ابنورمال؟ يعني في سام سورت اوف انفلاميشن. انفلاميشن عشان كده الايكوجينيك فات عالي جدا، او حتى مش الفات بقى ايكوجينيك. كلمه ايكوجينيك فات دي هي كلمه السر عندنا في الامرجنسي. ايكوجينيك فات مع شويه بين مع شويه فيفر مع مش قادر مع فاسكولاريتي، كل ده هيمشي مع انفلاميشن. انفلاميشن طبعا في كورد اسمها بانيكولايتس راديولوجيكال، لكن سونوجرافيك اسمها فانيك كلينيكال اسمها بانيكولايتس، والسونوجرافيك او راديولوجيكال اسمها بانيكولايتس. طب الاستراكشر ده يا دكتور ممكن يطلع ايه؟ ده استراكشر له وول. له وول يعني ممكن يطلع الباز ديفرنس. اما لو قلنا ان ده مثلا ممكن يكون ثرومبوزد فاريكوسيل، الفاريكوسيل غالبا هتلاقيه تورشوس شويه، وهتلاقيه فيري 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 بينفول وتندر في الحته دي. لكن ده ممكن يكون بازايتس. بازايتس يبقى اسال على يورينري سيمبتومز، لان غالبا هيبقى معاها بروستاتايتس، دي قصه ثانيه.
تمام؟ هتلاقي البين هنا في الانجوينال ومعاها elements of lower urinary tract symptoms اكتر من ان انا يبقى معايا scrotal pain. طيب الكلام ده بالنسبه للادلت، لو لقينا المنظر ده في السبرماتيك كورد ممكن يكون فازايتس، ممكن يكون سبرماتيك كورد بانيكيولايتس. البانيكيولايتس اطمن هيبقى معاها ايبيديدم اوركايتس محترمه عشان يبقى في عشان يبقى في بانيكيولايتس. طيب في الاطفال الصغيرين لا، بنشوف السبرماتيك كورد كويس جدا وبنشوف الانجوينال كانال وبنقيسها المفروض معانا لغايه 4 مللي. في الادلت انا ما بحتاجش اقيسها، لكن في التشيلدرن بنقيسها. ولو طفل صغير لا، انا بحاول كمان ايه اللي هو سنه سنتين ثلاثه انا بحاول اخليه يبعد عن امه شويه عشان يعيط واشوف فيه هنا هرنيا ولا لا. لان خلي بالكو الاكيوت سكروتم في السن الصغير خالص سنه سنتين ثلاثه مش هيجي يشتكي ببين، لكن الام هتشتكي بسويلنج، في اكيوت سكروتال سويلنج، في سكين تشينجز وهكذا، تمام؟ لكن مش هيجي يشتكي هو نفسه ببين. فساعتها انا ببص على التستس على الناحيتين، ولازم لازم لازم نبص على الانجوينال كانال، لان ممكن يكون في انديستندد تستس وحصل لها تورشن. التستس موجودين وكويسين، لكن في هنا انكارسيريتد هيرنيا، سترانجوليتد هيرنيا، اوبستراكتد هيرنيا. هنركز في النقطه دي مع الاطفال بالذات، لازم لازم نطلع على الانجوينال كانال. طب مع الادلت نطلع على الانجوينال كانال ولا لا؟ برضه لازم نطلع الانجوينال كانال. ايش معنى؟ لو ايبيديتم اوركايتس انا لازم اكمل اقول في بانيكيولايتس ولا لا؟ طيب يا سيدي دي سسبكتد تورشن وانا مثلا شايف نورمال فاسكولاريتي في التستس، نطلع برضه على الانجوينال كانال؟ ايوه، لان ممكن يكون في لفه الفيسل هنا هنجيبها لكم اسمها ايه، واللفه لسه مش كامله، يعني في انكمبليت تورشن، فهتلاقي نورمال فيسلز بس العيان بيتوجع، السبب موجود فوق. فالانجوينال كانال السبرماتيك كورد بارت من الفحص بتاعنا مانداتوري. طيب الكونتنت تاني يا جماعه، احنا عندنا التستس، عندنا الابيديديمس، عندنا السبرماتيك كورد، عندنا ابندجس. ايه دي الحاجات الغريبه اللي انت بتقولها دي؟ ابندكس تستس، ابندكس ابيديديمس، ابندكس طالع من السبرماتيك كورد، باراديديمس، ايه الحاجات الغريبه دي؟ لا دي مهمه، ومهمه قوي 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 في الاطفال. في الاطفال الدكتوره هديل تقريبا او هديل اللي بتسال على اطفال وكبار، لا دي مهمه قوي في الاطفال. اوكي، هي عباره عن ايه؟ ابندكس يعني زايده، ممكن تطلع من التستس وتبقى عندنا سوفت تيشو او سيستيك، ايوه، ممكن تطلع من الابيديديمس، ايوه، تبقى عندنا سيستيك او سوفت تيشو، كلام جميل. ده هنا مثلا الابيديديمس وده عندنا هنا ابندكس تستس، لكن ده ابندكس ابيديديمس. طيب ايه اهميته؟ هقول لكم حالا. ده كده ايه؟ ده ابندكس تستس، تحس ان هو ابيديدمس صغير، بس ما فيش ابيديدمس بالحجم الصغنون ده، ده كده الابيديدمس اللي عندنا، تمام؟ وده فيسيولوجيكال مثلا هيدروسيل. طب ده كده ايه؟ حته كالسيفايد ستراكشر فوق الابر بول بتاع التستس، كالسيفايد ابندكس تستس. ده دليل ان الشخص ده وهو صغير في السن حصل له تورشن للابندكس وعمل له بين ساعتها، ايوه، وبقى انلارج ساعتها، ايوه، وايه باسكولار، ايوه. امال ليه الكلينيشن ما شالوش؟ لانه اجنورابل، اداله انالجيزك وروح البيت. يا نهار ابيض، الابندكس تستس لما بيحصل له تورشن ولا حاجه، بطمن الكلينيشن وهو نفسه بيطمن الاهل وروح وبقى كالسيفاي وخلاص على كده. لكن انا هو بيبعت لي الالترا ساوند عشان استبعد التورشن تستس. فالابندكس لما بيحصل له تورشن، تمام، طبعا لازم انفورم الكلينيشن. دي في الاطفال، في الاطفال، وفيري كومن، فيري كومن. ليه؟ لان ده كده الباسكولار بيديكل بتاعته، فهو بيلف حوالين الباسكولار بيديكل. فالتورشن اوف ابندكس تستس واحد من فيري سترونج ديفرنشال دايجنوزس، فيري كومن ديفرنشال دايجنوزس للاكيوت سكروتال بين، اكيوت سكروتال سويننج في الاطفال الصغيرين. ده هنا البوزيشننج بتاعنا، المفروض انا هنا بخلي الهدوم بتاع العيان هي اللي تحتيه، يعني يضم رجليه والهدوم تحتيه علشان اثبت التستس على الناحيتين. فلو في مثلا سيجنيفيكانت هيدروسيل ما تتحركش معايا، اضغط كده بالبروب فاعرف اجيب ال اس والتي اس، نفس الفكره، وكمبير الناحيتين، المفروض يكونوا كومبارابل من حيث الشكل ومن حيث السايز. حضرتك بتسالي على دكتوره دعاء التورشن، هجيله هجيله، هتكلم عنه وهتكلم عن الابنكس تيست. احنا لسه في مرحله الاناتومي، واطمئنوا يعني الكلام هيتكرر يعني مع الباثولوجي. طيب الستاندرد بوزيشن بتاعنا هو السوباين، لكن لكن لو ده انفيرتيليتي سكان لازم
خلي بالكم من كلمه لازم، لازم اعمل اكزامينيشن وهو اريكت. لو ده انفيرتيليتي سكان لازم حاجتين، اريكت فالزالبا. من غير اريكت، من غير فالزالبا، الاستادي بتاعتنا ديفكتيف لو كان انفيرتيليتي سكان. تمام. طيب الترانسديوسر اللي بستخدمه اللينير، ممكن نستخدم الكونفكس طبعا لو في عندنا لارج هيدروسيل، لو في عندنا سيجنيفيكانت سكروتال سكين تكنيك. تمام. اوكي. كل تيستس بنعمل لها اكزامينيشن لوحديها از ريجاردنج سايز، از ريجاردنج تكستشر، از ريجاردنج كذا كذا كذا، بات كومباريزون از ذا جولدن رول. يعني بعد ما اخلص الداتا بتاع دي، اخلص الداتا بتاع دي، قارن، قارن الناحيتين من حيث التكستشر، قارن الناحيتين من حيث الفاسكولاريتي، قارن الناحيتين من حيث سايز. فدي ستاندرد. انا عندي اورجان من اثنين بارت، تمام، او جلاند اثنين بارت، لازم اقارن، لازم اقارن. طيب التستيكولار فوليوم، انا لغايه دلوقتي بقول الانترودكشن اللي هتنفع معانا في سكروتال ايمرجنسي، في بيدياتيك سكروتم، ادلت سكروتم، انفيرتيليتي سكان، الانترودكشن دي ماشيه مع كله. هل نجيب السايز ولا هل نجيب الفوليوم؟ الادق ان انا اقيس الفوليوم. كلام جميل. ونقارن. حلو قوي. طيب النورمال بتاعنا كام؟ او وقت ما تقيس، انا بقيس غالبا الانترولونجيتودينال في صوره، والترانزفيرس مع الانتروبوستيريور في الصوره الثانيه. طيب الفوليوم بتاعنا ان جنرال بالنسبه للادلت اكتر من 10 هنرمله. اوكي. بعض الكتب طبعا كاتبه ايه اكتر من 12، بس بصراحه يعني اكتر من 10 هتبقى الدنيا كويسه. كلينث، لو انا اللينث بتاع التستس معدي 3.7 سم، غالبا دي هتبقى نورمال سايز، يعني نورمال فانكشن. طب هي مثلا في هايبوسبيرمنت، طب في كذا كذا، دور بقى على سبب تاني مش السايز. اوكي. طيب في الاطفال الصغيرين، الاطفال الصغيرين برضو انت بتجيب فوليوم، لكن لازم يكون معاك شارت. بس ان جنرال، ان جنرال اللي مولودين او النيونيت المفروض اللينث بتاعنا يعدي سنتي. بعد مثلا سنه ولا حاجه، لا ده ممكن يعدي اند. فليها مقاسات، او 1 سي سي ليها مقاسات اكوردنج للايدج، فدي هتبقى شارت. لكن الستاندرد ان انا بشوف الفوليوم مش مجرد السايز. طيب عشان نكمل الاكزامينيشن، ايه ده؟ ده انا بقارن الاثنين في السايز، ايوه. ده انا بقارن الاثنين في التكستشر، ايوه. ده انا بقارن الاثنين في الفاسكولاريتي، مقارنه. كومباريزون از ا جولدن رول. بنعمل حاجه اسمها باينوكلر فيو، يعني زي كده بتاع النظارات دي، الاثنين دول يكونوا في نفس السايز، في نفس الشكل، نفس الاورينتيشن قدر المستطاع. في الحقيقه لو العيان كان عنده سيجنيفيكانت هيدروسيل مش هعرف اجيب المنظر ده، لكن لو مايلد او مينيمال هعرف. طيب لو بتتحرك، عشان كده انا بعمل ايه؟ ثبت التستس، حط الهدوم تحتيها وثبت، عشان الاورينتيشن مهم. لو لقيت واحده تي اس والثانيه جنبيها ال اس، لا ده انا هقلق، خصوصا لو ايه؟ لو الابنورمال اورينتيشن كان هي اللي معاها البين، دي علامه من علامات التورشن. حتى لو لقيت فيها فاسكولاريتي دي كده بقت سسبيشس. طيب نقطه بقى في غايه الاهميه بالنسبه للدوبلر يوزرز، ايه هي؟ لازم استخدم فلو سنسيتيف ميجرز، اللي هي عندك باور وباور قوي استخدمه. معظم الاجهزه الحديثه حاليا الباور تقريبا في قوه الكلر دوبلر، وبالتالي انا بحب الكلر بصراحه، هاي كلر جين، زود الكلر جين، قلل السرعات، قلل البي ار اف اقل من 5 سنتي بير سكند، قلل الوول فلتر عشان القط المينيمال تشينج في الفريكونسي. تمام. غمق شويه البي مود جين، هتعلي ريلاتيفلي الكلر بيرسبشن. تمام. الكلام ده مهم قوي قوي. طيب نقطه اخلاقيه في غايه الاهميه، وانا فاكر مثلا ان انا سبت منها، يعني سبت مكان برايفت بسببها، بس خلاص اطمنوا، ايه هي؟ لو الجهاز بتاعك يا زمايلي الافاضل، نركز في النقطه دي، الله يكرمكم، لو الجهاز بتاعك الدوبلر بتاعه ضعيف، الكلر دوبلر بتاعه ضعيف، بلاش تشتغل عليه اكيوت سكروتال بين. طب يا دكتور الحاله حاجزه بقى لها ساعتين ثلاثه، انا مثلا كان في مكان هو سبته بعد كده، بس طبعا الارزاق طمنوا عليها، يعني ما حدش يخاف من حته الارزاق، اللي هيسيب حاجه من ترك شيء لله افضله الله خرب منها، فاطمنوا من النقطه دي. المكان ده انا فاكر الجهاز الكلر بتاعه ضعيف، فكنت بقول لهم ما حدش يحجز سكروتال الا لما يقول لي الشكوى ايه. تمام. الشكوى فيها اكيوت سكروتال بين، اجري على اي مستشفى، اجري على اي، خلاص انا مش هعرف اجيب. لكن سكروتال سويلنج وعايز يعمل له ديفرنشيشن، ده في هرمي، ده في كذا، بحاول اتصرف. تمام. واحاول اتصرف، عرفت اجيب خير، ما عرفتش رجع الفحص.
طبعا انا عارف النقطه دي، ده احنا برايفت واحنا مصر وصاحب المكان هيكوني العيان اهم من كل ده. انت بتتكلم خصوصا ان معظم الناس دي هتبقى اطفال وكده، والاطفال اصلا الكلر فيها صعب جدا، فتخيل لو المشين تعبانه مش هتعرف تجيب. فلو سمحتوا لو المشين الكلر بتاعها ضعيف ما تشتغلش عليها اكيوت سكروتال بين، لازم يكون الكلر بيرسبشن عالي. تمام، كومباريزون از جولدن رول. تمام، كومباريزون من حيث ايه؟ التكستشر، كومباريزون من حيث ايه؟ الباسكولاريتي، كومباريزون من حيث الاورينتيشن، كومباريزون من حيث السايز. دي حاجه اسمها ميديان رافي، ده السكروتال سكين لو خدتوا بالكم ما فيهوش اي باسكولاريتي او مينيمال باسكولاريتي، لان في كونديشن معينه في الاطفال هجيب المنظر ده. المنظر ده اللي هو ايه؟ اجي ما بين التستيس على الميديان ريف وابص عليهم. انا طبعا مش جايب دي بالكامل ومش جايب دي بالكامل، انا لينير برو يعني عامل وايدنج للفيو، يا اما وايد فيو يا اما اسمه اكستندد فيو يا اما اسمه ترابيزويد فيو يا اما اسمه فيرتشوال كونفكس، ايا كان بقى الاسم على حسب الماشين. انا بعرض فيها على قد ما اقدر، مش لازم اجيبها كلها، انا عايز اقارن الحتتين دول وبس. تمام، في الاطفال الصغيرين في كونديشن هتيجي شبه التورشن، لكن الاقي ماركت سكين تكنيك وفي حاجه عامله زي نافوره باسكولاريتي فاونتين ساين، هجيب لكم صوره منها اللي لسه شايف حالها الاسبوع اللي فات تقريبا. طيب لما قارنت السايز ده غير السايز ده، الاهم من السايز هي في شويه تكستشر تشينجز، بس هتقول لي الجهاز ده شكله ضعيف، مفيش مشكله، بس الكلر بتاعه قوي. ليه؟ مفيش هنا ولا فيسل وهنا مليانه فيسلز، بس التشخيص وصل. تورشن اجري بسرعه الحق يعمل عمليه، فلذلك الكلر هو اللي بيخلص. تمام، طبعا فيها شويه هيتروجينيتي وسايز اند لكن الكلر. طب هنا ايه الاخبار؟ صدقوني لو انا ما شفتش دي انا هقول على دي نورمال هوموجينس ايكوجينيستي اند وفي الاخر دي شكلها اللي اتروفيك. الكلر خلص القصه، دي اللي نورمال ودي توتالي اب نورمال. تمام، الكلر. طب هنا ايه الاخبار يا دكتور؟ الكلر بتاع دي نورمال والكلر بتاع دي هو اللي اب نورمال والسكروتال سكين اند. طيب لو قلت لك ان العيان لو مثلا السكروتال سكين ده كان نورمال والعيان بيشتكي من الجنب ده، عفوا العيان بيشتكي من الجنب ده، يبقى ساعتها الجنب ده ممكن يكون هايبوفاسكولار عن الناحيه دي. تمام، فلذلك مكان الشكوى هيبقى مهم، مكان الشكوى هيبقى مهم، لان سام تايمز التورشن بيجي انكمبليت فبيبقى هايبوفاسكولار وليس اي فاسكولار. علشان كده الفاسكولاريتي مهمه جدا جدا، فلو سنسيتيف ميجرز. طبعا دي اوركايتس يعني كده. شايفين يا جماعه فلو سنسيتيف ميجر يعني ايه؟ 2 سنتي بير سكند. 2 سنتي بير سكند ان شاء الله هتلقط الفلو حتى لو الاطفال. في الاطفال بالذات لو كان اندسندد تيستس بيبقى صعب عليا قوي ان انا اجيب الفاسكولاريتي. بس انا بقعد احكم بقى كذا نقطه. الاندسندد تيستس هي عرضه لتورشن؟ ايوه طبعا عرضه لتورشن، بس غالبا لو بتتحرك الدنيا كويسه. بفضل اطلع معاها الونج السبرماتيك كورد وفوق خالص علشان اشوف لو في لفه فوق، لان ممكن يبقى شكلها كويس، ممكن يبقى الفاسكولاريتي بتاعتها ديتكتابل ومع ذلك اللفه فوق. تمام، هجيب لكم منظر اللفه دي مهمه. طيب ايه الاخبار يا دكتور؟ دي طبعا قليله ولا دي اللي كتيره؟ ما انا ممكن اكون عامل فلو سنسيتيف ومزود الجين فهنا اللي زياده قوي. صحيح. او ممكن اكون مثلا دي اوركايتس. طب اعمل ايه؟ شكوى العيان، انا طالما لقيت فاسكولاريتي على الناحيتين لكن اسيمتريكال لازم انت بتشك من انهي ناحيه. تمام، انا شكوتي الناحيه دي اذا فهي اوركايتس، انا شكوتي الناحيه دي اذا فهي انكمبليت تورشن، مفيش هزار. تمام، هتقول لي ده فيها فاسكولاريتي، حلو جدا، بس خلاص دي ماركتلي ريديوست اس كومبليت اذر سايد، شكوى العيان المكان ايه. تمام، ده من ضمن الحاجات اللي بيساعدني لو مثلا الاثنين قريبين من بعض، لكن هنا في سكروتال سكين تكني خلاص ده مستريح من 2 لغايه 8 مللي في بعض التكست. تمام، ما يكونش فيه بقى الايديما باتر، ما يكونش فيه هايبر فاسكولاريتي، ما يكونش فيه كوليكشن ولا حاجه. في بعض الاناتوميكال ستراكشرز حاجه اسمها سكروتال ليجمنتس، دي عشان تثبت اللور بور غالبا بتاع التستس، خط او اثنين مسموح بيهم، لكن لو خطوط كتيره ده بقى سيبتيتد هايدروسيل، فخط او اثنين مسموح بيه. تمام، مين تاني ده؟ ده الابندكس تيستس. مين ده؟ دي حصوايه. فعلا ايكوجينيك استر، ايه اللي جابها دي هنا؟ انفكشن قديمه ولا حاجه. اجنورابل، دي حاجه اسمها سكروتال بير او سكروتو ليث او سكروتال ستون، واحده او اثنين وثلاثه ممكن تدي نوت ان في انفكشن قديم حصل ومفيش اي مشكله فيها، ما تقلقنيش خالص. طيب الريبورت بتاعنا، انت بتريبورت على ايه؟ عايزين نكتب ريبورت يكون شكله قيم،
انت بتريبورت سكروتال بير، بس مظبوط يا فندم. مظبوط صح اوكي، او سكروتال. انت بتريبورت الاوفري زي الثايرويد زي الباروتيد زي التس، هي اي اورجان من دول اللي هو جلاندولار تيشو، بعلق على اربع نقط عشان نثبت التقرير والموضوع يبقى سهل. بعلق على الشيب او التكستشر بتاعتها هوموجينس هايبر ايكويك، تمام. بعلق على السايز او الفوليوم، خصوصا في الاطفال الصغيرين، خصوصا في الادلت وجايب انفيرتيليتي سكان. طيب لو مثلا واحد تورشن، لا انا ممكن اقارن سايز واختصر الوقت عشان ايه؟ الوقت مهم للعيان. اقول له ان دي ايسا 3 سم في اللينس والثانيه ايسا 5، يبقى في واحده كبيره. بعمل سكان لحاجات كبيره وحاجات صغيره. حاجات صغيره نقط بيضاء مايكرو ليفايسيس، دي في العيانين بتوع الانفيرتيليتي او العيانين اللي سسبكتد ماس او تيومر. لذلك برضو فوكال ليجن، الفوكال ليجن بقى معاه مايكرو ليفايسيس ولا لا، تمام. دي في السكروت التراساوند العادي. فاسكولاريتي قلنا مهمه جدا جدا جدا، فلو سنسيتيف ميجرز زائد كومباريزون. نفس الاربعه هيبقوا برضو في الابيديديمس، ادور على السكروتال ساك هل فيه هيدروسيل، الاماونت بتاعته، الكلاريتي، السكروتال سكين. بدور على فيريكوسيل في الادلت، تمام. الريفلكس اهم من الجريد. طب التشيلدرن، الهرنيات والاندسندد. طب التروما، الكابسولار انتجريتي، تمام، والهيماتومات وكده.